لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين. اللهم انفعنا بما صرفنا فيه من الآيات وذكرنا بما ضربنا بما ضربت فيه من المثلات. وكفر عنا بتلاوته عن السيئات إنك مجيب الدعوات. اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو زاغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان. فاكتبوا منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان. وارزقنا فضل ما نراه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان. وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان. ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان. ونبهنا قبل المنايا أن من نوم الغفلة والكسلان. وآمنا من عذاب القبر ومن سؤال المنكر ونكير ومن أكل الجنان. وبيض وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران. ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات. وثبت أقدامنا على الصراط. وأسكننا في وسط الجنان. وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وأكرمنا بلقائك يا بيان. اللهم اجعل القرآن العظيم يا رب العالمين قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم يا رب العالمين. اللهم اجعله أنيسنا الوحشة ومصباحنا الوحدة ومصباحنا في الظلمة في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة ومنقذنا في الفتنة ومنقذنا في الفتنة. وعصمنا به من زيغ من الزيغ والأهوال وقيد الأعداء يا رحمن يا رحيم. اللهم نختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقرن بالعافية قلوبنا وآصالنا. واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا. واسبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا. اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك ظهرنا واعتقادنا وأمنا.